السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذة ريهام، وعليكم السلام ورحمة الله. أم نوح، وعليكم السلام ورحمة الله. باشمهندس محمود حبيبي، وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذة هبة، وعليكم السلام ورحمة الله. إزيكم، عاملين إيه؟ أخباركم إيه يا شباب؟ جاهزين ولا إيه؟ ايه الاخبار؟ صوت واضح يا شباب عندكم؟ صوت واضح حبيبي يا شمس محمود، ربنا يبارك فيك يا رب يحفظك. صوت واضح يا شباب، تمام. طب الحمد لله. النهاردة ان شاء الله هيبقى هنكمل ان شاء الله كلام جميل جدا 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 عن حاجات مهمة جدا في التربية. مش عايز احرقها لكم دلوقتي، بس نبدأ ان شاء الله بإذن الله. الشباب جاهز ان شاء الله؟ نبدأ. جاهزين؟ توكل على الله. طيب نبدأ بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم أما بعد، يعني في البداية كده برحب بيكم جميعا. إن شاء الله درسنا النهاردة يبقى فيه فوائد إيمانية لعلنا إن شاء الله جميعا يعني بإذن الله ننتفع بيها إن شاء الله. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم جميعا إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله، يعني لكل اللي دخل وسلم علينا، ربنا يبارك فيكم جميعا يعني. النهاردة احنا هنكمل كلامنا عن التربية على منهج أهل السنة. حقيقي والله الواحد وهو عمال يعني يشوف كده اللي بيحصل في الدنيا دي. كنت قاعد بتكلم مع حد يعني من الإخوة كده من يومين، فبقول له يعني الموضوع فعلا يعني ربنا يكون في عوننا حقيقي يعني. يعني حقيقي يعني الفتن شديدة قوي قوي يعني، عواصف فعلا ستكون فتن كقطع الليل المظلم. يعني يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حقيقي يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف يخبرنا بهذا الكلام من 1440 سنة؟ ازاي يعني؟ الا اذا كان وحي. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. يعني كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم انه ستكون فتن وستكون فرقه وستكون افتراق؟ كيف علم هذا الا انه نبي مرسل من عند الله سبحانه وتعالى؟ فتن شديده جدا، عواصف. والله انا ساعات كتير بتخيل ان احنا فعلا ان احنا في الرحله البحريه بتاعتنا، بس احنا بمر بظروف صعبه حقيقي يعني. يعني الامه بتمر بظروف صعبه، الامه الاسلاميه بتمر بظروف صعبه حقيقي. يعني حاله كده اشبه بالاختناق، بس لعله خير يعني. كلما حقيقي انا دايما عندي يقين في كده، كلما اشتد الظلام اقترب الفجر. يعني اصعب درجات الليل او اشد درجات الليل اللي هي قبل الفجر. يعني اللي مركز فيكم كده شوف الليل قوي ده بيبقى امتى؟ بيبقى قبل الفجر. فالليل لما بيشتد قوي يبقى خلاص كده ان شاء الله ايه، فرج الله قريب. فانا حاسس ان احنا الدنيا اشتدت بينا قوي، الفتن شديدة والظلام شديد فعلا. فكلما اشتد الظلام اقترب الفجر. فالإنسان دائما وأبدا يبقى موصول بالله، عنده أمل في الله سبحانه وتعالى، ولا ييأس مهما كان بقى فتن، ومهما كان في أمور صعبة وأمور لا إنسان يتحملها، وكمان في سب وفي قصف وفي، طب احنا نعمل ايه في كل ده؟ انت خلي قلبك موصول بالله سبحانه وتعالى، خلي عندك امل بالله سبحانه وتعالى، خلي عندك يقين في الله سبحانه وتعالى، خلي عندك يقين وامل ويعني استشعار بأن الإنسان عبد القوي العزيز. كل ده يخلي الدنيا تهون. عشان كده احنا النهاردة ان شاء الله هنبدأ في المؤهلات التي أهلت الصحابة في قيادة البشرية. أستاذة ريهام جزاك الله كل خير، يعني دايما كده مركزة معانا في موضوع الصفحات والكتاب، فربنا يبارك فيك. طيب انا في الكتاب معايا، احنا هنبدأ في صفحة 34 اللي هي بداية بقى من 1 2 3، ايه المؤهلات التي اهلت الصحابة لقيادة البشرية. استاذ ريهام في البي دي اف معاها صفحة 52، عشان بس اللي معاه البي دي اف يبقى عارف. 52 في اللي معاه الكتاب صفحة 34. احنا في الفصل الثاني يا شباب، احنا في الفصل الثاني، وان شاء الله باذن الله تعالى ربنا يقدرني اخلص معاكم الفصل الثاني النهارده بمناسبه. يعني ان شاء الله ربنا يقدرنا نخلص الفصل الثاني النهارده، وهيبقى عندنا اختبار يوم الخميس الجاي ان شاء الله. اختبار هيبقى معانا غالبا 3 ايام، خميس جمعه سبت، ممكن اسيبه حتى الحد بس يعني غالبا هيبقى 3 ايام، خميس جمعه سبت. هينزل لكم مثلا بعد الظهر ولا حاجه الاختبار ان شاء الله، ربنا يسهل يعني. في التربيه، في اول فصلين في التربيه.
والاختبار سهل جدا بسيط، ما تقلقوش ان شاء الله هيبقى. انتوا عارفين اختباراتي يعني، اختبارات بسيطه جدا وسهله يعني، بس عشان بقى احنا بس بناكد المعلومه ونبدا بقى من يوم الاثنين اللي جاي نبدا في الفصل الثالث ان شاء الله. واحنا ان شاء الله يا ربنا يقدرنا بس نخلص نوصل لصفحه النهارده 51 معايا في الكتاب، يبقى احنا خلصنا الفصل الاول والثاني حقيقه هنلاقي فيه فوائد مهمه. طب يلا نبدا ونتكلم عن ايه هي المؤهلات التي اهلت الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين في قياده البشريه. وموضوع احنا مش بنتكلم على فكرة على إدارة بلد ولا إدارة مش عارف بلدين ثلاثة، قيادة البشرية. نور هيأتي للبشرية في سنوات قليلة جدا 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 في عمر البشرية، يعني مش مثلا قعدنا 400 500 600 سنة لغاية ما بقى في حضارة إسلامية، لا لا لا، سبحان الملك سبحان. أصل الدين الحق، فالدين الحق ينتشر خلاص، الفطر كل الفطر السليمه السويه تتقبل ايه؟ هذا الحق حقيقي يعني. ففي سنوات قليله جدا 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 نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجره، بعد ان كان يختبئ في غار ثور وهو ابا بكر، بعد اقل من 8 سنوات 9 سنوات بعد الهجره نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب ملوك العالم ويقول لهم اسلموا وتسلموا. بعد ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يا حبيبي يا رسول الله خارج مطارد من مكه، والصحابه خارجين سابوا كل ما يمتلكون من متاع الدنيا، من زينه الدنيا، من كل شيء، سابوا ثرواتهم وسلطتهم ونفوذهم وقوتهم، سابوا كل حاجه، خرجوا لا يملكون من دنياهم الا التوحيد والا لا اله الا الله محمد رسول الله. وبعد سنوات قليله جدا 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 نجد ان الدنيا قد فتحها الله سبحانه وتعالى عليهم بأسرها من أقصى الشرق لأقصى الغرب، ويبدأ تظهر عزة الإسلام وقوة المسلمين. طب إيه بقى المؤهلات التي أهلت الصحابة لقيادة البشرية؟ تعالوا نشوف أول حاجة. أول حاجة تعظيمهم لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. النقطة دي تحديدا حطوا تحتها مليون خط، مهمة جدا. تعظيم أمر الله، تعظيم أمر رسول الله، ده أمر مهم، ده أحد الأسباب الأساسية التي جعلت الصحابة يقودون البشرية. ايه هي؟ ان هم بيعظموا امر الله ورسوله. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكان في هناك يعني تقدير عالي جدا 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 جدا، وتقديس للكتاب وتقدير للسنة، امر مهم جدا انهم كانوا يتعلقون بالكتاب والسنة. هذا امر من الله، هذا امر من رسول الله، فالكل يمتثل والكل ايه؟ يذعن ويستسلم ويسلم لامر الله. كان الصحابة رضي الله عنهم يسارعون إلى تنفيذ أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم عملا بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ما ينفعش بقى أنت تسمع قال الله قال الرسول وتتولى، تقول أنا مش دعوة والله، أنا مال، أنا الكلام ده ليهم هم مش لي، أنا زي الفل، أنا تمام، إيه ده في إيه؟ لا، قال الله قال الرسول. الإنسان يعلي في قلبه محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا لما أبقى ماشي في حياتي غلط وبعمل حاجه غلط وبعد كده حد يجي يذكرني يقول لي اتقي الله يا اخي، اللي انت بتعمله ده لا يجوز، اللي انت بتعمله ده حرام، فالواحد يعني يتذكر كده الله ويراقب الله في افعاله ويجتهد في ده ويعظم اوامر الله ورسول الله. وقال عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يبقى المسلم مستسلم. ما انا بقول انا مسلم، يعني مسلم يعني مستسلم. ما تجيش بقى تقول لي انا مسلم وبعد كده ترفض الاستسلام لاوامر الله. ما ينفعش تيجي تقول انا مسلم وبعد كده تيجي تقول يا والله انا مش موضوع الحجاب ده مش مقتنعه، لما هقتنع هبقى اتحجب. الله، ما انت مسلمه ازاي؟ الله ازاي؟ ما هي سبحان الله يعني اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. لا يجوز ابدا لمؤمن ولا مؤمنه علم ان هذا من الدين وان الله سبحانه وتعالى امر بهذا او النبي صلى الله عليه وسلم امر بهذا ويرجع بعد كده يقول والله مش مقتنع. اقنعني الاول، انا اقنعتك بالاسلام، انت دخلت الاسلام ووصلت الى الاسلام، وصلت لسفينه الحق، انت راكب السفينه دلوقتي، حضرتك راكب السفينه، ما تركبيش السفينه وتخربي فيها، ما تركبش السفينه وتكسر فيها، ما انت راكبها، ما انت راكب السفينه، لو غرقت هتغرق بيك برضه. فالإنسان يستخدم العقل زي ما قلنا قبل كده، الإسلام مع العقل ليه مرحلتين مهمين جدا. المرحلة الأولى أنه يصل لسفينة الحق، ما أنا قدامي هو أبوذي وسيخي وهندي وبتنجاني ويهودي ونصراني، قدامي أديان باطلة خلاص. طيب أنا في الآخر عايز الدين الحق، إن الدين عند الله الإسلام. وصلت بالعقل لسفينة الحق وركبت السفينة والسفينة ماشية في الطريق، وفي لوايح بقى لقبطان السفينة،
في لوائح لملك السفينه ولله المثل الاعلى، في لوائح هتصحى الساعه كذا، هتنام الساعه كذا، الفطار الساعه كذا، العشاء الساعه كذا، حضرتك ما تروحش في الحته الفلانيه، لا المكان ده لما تروحه لازم تخبط على الباب الاول قبل ما تدخل، المكان ده مش عارف تعمل ايه، لا هنقف هنا ساعه ما يعمل حاجه كذا. في لوائح، في لوائح على السفينه، ما ينفعش بقى اطلع السفينه واخترقها، ما ينفعش اطلع السفينه واقول لا اللوائح دي ما تلزمنيش، ما تلزمكش ما تركبهاش، ركبتها ليه من الاول؟ ركبت السفينه ليه من الاول؟ مش انت ركبت السفينه؟ ركبت حضرتك السفينه؟ ما تركبوش السفينه وبوظوها بقى، حافظوا على السفينه. فالشاهد بس تعظيمهم لامر الله وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحقيقي بقى بصوا الحته دي من الحاجات المهمه قوي، لما سقط مسطح ابن اثاثه من مع ما سقط في حادثه الافك، كان في حادثه حدثت وحدث اتهام لان امنا عائشه رضي الله عنها انها يعني كانت مع يعني احد المخلفين عن احد الغزوات، ضاع منها شيء ما، فنزلت امنا عائشه تبحث عن هذا الشيء الذي ضاع منها، فالايه القافله صارت وتركت أمنا عائشة، جاء أحد الصحابة فوجد أمنا عائشة فيعني أخذها ومشي أمامها وهي ماشية خلفه حتى وصل إلى إيه؟ إلى المدينة. حدث هنا المنافقين قالوا إيه؟ دول جايين لوحدهم، ده كده حصل حاجة، ده ما حصلش حاجة، بدأ يحصل إيه؟ إشاعات كبيرة جدا عن أن أمنا عائشة يعني يعني سبحان الله مش عارف حقيقي يعني اللي قال الكلام ده إزاي قدر يقوله أصلا، إلا إذا كان فعلا منافق شديد النفاق يعني، ده يعني إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار فعلا يعني. فالشاهد يعني بدأ يحصل إشاعات وبدأ يحصل كلام على أن أمنا عائشة جاءت مع هذا الصحابي في الصحراء وحدهما وهكذا. فكان من الناس دي شخص كان سيدنا أبو بكر كان بيعطف عليه، وكان راجل فقير كان بيعطف عليه وبايه ويعني بيتصدق عليه وهكذا. بص بقى الحته اللي جايه دي، في حادثه الافك واتهام ام المؤمنين رضي الله عنها بالزنا مع صفوان بن المعطل، اتهموا امنا عائشه رضي الله عنها مع احد الصحابه انهما وقعا في الزنا، شق ذلك على ابي بكر واهله، ابي بكر طبعا الامر بنته وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم وتتهم في عرضها وفي عرض النبي صلى الله عليه وسلم، امر يعني تخيل حادثة الإفك دي أمر شديد زلزال حقيقي، كان فرقان بين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كان فرقان حقيقي حقيقي بين المؤمنين وبين المنافقين، إزاي أبقى أنا مؤمن بالله ومؤمن برسول الله وأتخيل إن الأمر ده يحدث، وكمان إيه ده مش هتخيل، لا ده أنا ببدأ كمان أجاهر بده وأبدأ أنشر الكلام إن ده حصل كذا وحصل كذا. فكان منهم مين من الناس اللي نشرت الكلام ده؟ ده كان إنسان كان بيعطف عليه سيدنا أبو بكر وكان بيتصدق عليه دائما، وقال مين بقى؟ قال أبو بكر، قال هذا أمر لم نتهم به في الجاهلية، أبو بكر بيقول هذا أمر لم نتهم به في الجاهلية، أفبعد إذ أعزنا الله بالإسلام نتهم به؟ يعني إحنا كنا في الجاهلية لا يجرؤ أحد، في الجاهلية قبل الإسلام لا يجرؤ أحد على أن يتهمنا في عرضنا، فكيف وأن الله سبحانه وتعالى أعزنا بالإسلام إزاي نتهم دلوقتي؟ وحلف ألا ينفع مسطحا بنافعة أبدا، اللي هو مسطح مين؟ اللي هو اللي كان بيساعده وبينفق عليه وبيتصدق عليه، لأنه اتهم علم أن مسطح الذي ينفق عليه أو يتصدق عليه بيعمل إيه؟ اتهم بنته في عرضها، فقال إيه؟ حلف ألا ينفع مسطحا بنافعة أبدا. بصوا بقى الحتة الجاية دي، فأنزل الله عز وجل ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. آيات قوية جدا. بص بقى الامتثال، سمعها أبو بكر فقال بلى والله يا ربنا إنا لنحب أن تغفر لنا، وعاد بما كان يصنع. ايه ده؟ يعني ايه عاد بما كان يصنع؟ يعني رجع يتصدق عليه تاني بعد ما اتهم بنته في عرضها. ليه؟ اصل الايات بتقول كده، الايات بتحس على العفو والمغفره، فمن عفا واصلح فاجره على الله. فانا احيانا ممكن انسان يسيء الي، انا افتكر حقيقي يعني بعد موضوع ثورات الربيع العربي واللي حصل في 2011 والقصص دي، انا كان ليا اجتهاد معين مع مشايخي في مساله الثورات والقصص دي، مش عايز اخش فيها دلوقتي. الشاهد يعني كان بيدخل لي ناس من قرايبي كان بيخش لي ناس من قرايبي وناس من اصدقائي وناس يعني المفروض كانوا طلبه عندي، الاقي داخل على الفيس عندي وداخل شتايم، شتايم غريبه جدا يعني. انا افتكر في حد مره يعني دخل شتم والدي ووالدتي يعني في ميزان حسناتهم ان شاء الله وربنا يهدينا جميعا، شتايم بمسك الموبايل كده ايه ده؟ كان ده بيتقال لنا ايه ده؟ انا بتشتم شتايم دي معقول؟ بتشتم شتايم يعني مشكله يعني. هو كله لله. طب انا هنتصر لنفسي وتعالى انت بتقول لي انت ابن وابن وابن، ده انت اللي ابن وابن، ونقعد بقى مع بعض؟ لا، واحد يعني نسال الله الاخلاص يعني،
يعني يستحضر بقى انه ايه العفو عند المقدره، انا قادر ان انا انتصر نفسي وقادر ان انا اشتم واسب والعن وقادر اعمل كده، لكن لما يتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش والبذيء، خلاص احتسب الامر عند الله، فمن عفا واصلح فاجره على الله احتسب الاجر عند الله سبحانه وتعالى، ان ده باب من ابواب الجنه والقازمين الغيظ والعافين عن الناس، ده انا بحتسب الاجر عند الله سبحانه وتعالى. طب ايه اللي حصل بقى بعد ما الفتن دي هديت والدنيا راقت وبدا بقى يظهر ان كان في علماء وكان في مشايخ وكان في دعاه بيدعوا الى الله سبحانه وتعالى على بصيره وعلى منهج اهل السنه، بدا الناس دي كتير منهم يرجع تاني ويعتذر وانا اسف وانا ما اعرفش انا قلت الكلام ده ازاي معلش سامحني. طب انا كان ممكن انتصر لنفسي ساعه ما حصل كده، فابو بكر عمل كده رضي الله عنه، عمل كده، هو اتهم امنا عائشه في عرضها ومع ذلك ابى الا ايه الا يقطع عنه الصدقه كما قال تعالى وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فاستحضر هذا الامر واستحضر ان ده باب من ابواب الجنه، وان في امر مهم قوي، واحد يجي يقول لي يعني نتشتم ونسكت يعني نتظلم ونسكت، مين قال نسكت؟ جبناها منين دي؟ هو انا لما اوكل الوكيل في ان هو ياتي الي بالمظلمه التي وقعت علي انا كده سكت؟ ده انتوا مش فاهمين حاجه بقى، او يعني مش انتوا يعني احنا مش فاهمين حاجه. لما اجي اقول يعني حسبي الله ونعم الوكيل في فلان اللي ظلمني، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، وكلت الله سبحانه وتعالى في ان ياتي لي بالمظلمه وانا مكمل حياتي، والله قدرت اخد حقي في الدنيا بالطرق السلميه السويه السليمه خير، طب مش عارف اخدها غير بالبلطجه وهخش هكسر وهدغدغ الدنيا، مش طريق اهل السنه. يعني اسكت؟ لا ادعي ربنا، ربنا ان شاء الله في قنطره، شباب لو ما خدناش حقنا في الدنيا هناخده في الاخره. ما في قنطره وفي يوم تغابن وفي يوم قيامه وكل واحد ليه مظلمه هياخدها. هو النهارده انا ممكن واحد ظلمني واخد مالي ولا اخد، هحاول اخد ارد حقي بالطرق المشروعه. طب مش هعرف اخدها غير بطرق غير مشروعه. مش هاخدها، مش عايزها. هحتسبها عند الله سبحانه وتعالى. فالامر ده مهم، احنا بنتربى. أنا متربى على منهج أهل السنة، كتير بنجد أن فيه قطع لصلة الأرحام وقطع للحياة بين الناس نتيجة أن مش عارف فلان عمل كذا وفلان قال على كذا كذا وفلان، وتجد أن العلاقات بين المسلمين يعني مقطعة بشكل كبير جدا، لكن يظل في الآخر إحنا بنتربى على منهج أهل السنة، نحاول ناخد حقنا بالطرق المشروعة، نحاول ناخد حقنا ونرد الظلم قدر الاستطاعة، لكن يظل في الآخر أنا مؤمن بأن هناك يوم تغابن وهناك قنطرة. لن يدخل الجنة أحد إلا ورد المظلمة التي أخذها أو التي كانت عليه، لن يدخل الجنة، في قنطرة، في حقوق عباد، فأنا مؤمن بده. آه طب خلاص مش عارف خدها في الدنيا، خلاص خدها في الآخرة. وأنت النهاردة ممكن سرقتني في 100 جنيه في 200 جنيه في 1000 جنيه ماشي خدها، بس أنا هاخد منك حسنات أضعاف أضعافها في القنطرة، هقف على القنطرة أقول يا رب أنا عايز حقي، أنا عايز حقي، أنا ليا مظلمة عند الراجل ده، يا إما ياخد من سيئاتي يا إما يديني من حسناته. النهاردة هي فلوس، ألف رايحة ألف جاية الدنيا بتمشي، لكن في القنطرة لا، دي حسنات وسيئات، الحساب مختلف. وأنا مؤمن أن الله عدل وأما ربك بظلام من العبيد، وبالتالي شوف التعامل الصحابة مع هذا الأمر تعامل راقي جدا جدا. ما هو عشان كده يعني تم تأهيلهم فعلا لقتل البشرية، لأن كانوا بيعظم أمر الله ورسوله. يعني ما يجي واحد يحصل كده، يعني أنا حقيقي يعني ساعات بتجيلي قصص من اخوة واخوات اسئلة، ولا مثلا حد بيقول كذا كذا وفي حصل مشكلة وما مش عارف مع مين وبتاع وانا خلاص قطعت ومش هكلمه تاني، اقول له فانا عفا واصلح فاجره على الله، ده باب من ابواب الجنة القازمين الغيظ والعافين عن الناس. حقيقي بجد احيانا انا نفسي بنبهر، يعني انا بقول النصيحة وبنبهر، بقول ايه ده سبحان الله، الاقي استجابة غير طبيعية في لحظة، يعني ايه ده يا شيخ فعلا باب من ابواب الجنة، العفو ده باب من ابواب، يعني انا لو انا عفيت انا كده ان شاء الله، طب انا هعفو يا سبحان الله، ايه ده ايه ده ايه سرعه الاستجابه دي. واحد تاني بقى تقعد معاه بالسنين وزوري يتشرخ واروح اخد حاجات عشان زوري تعب من كتر الكلام ومفيش فايده برضه، هو ما هو قافل دماغه لا يعني لا، طب خلاص. فشاهد يعني كان فيه تقدير وتعظيم لايه لاوامر الله، ومن ذلك موقف الصحابه الكرام رضي الله عنهم واستجابتهم لامر الله وامر الرسول صلى الله عليه وسلم وخروجهم الى حمراء الاسد من يوم احد. يا جماعه غزوة حمراء الأسد دي مش طبيعية. حمراء الأسد دي يتحط تحتها من الخط، واللذيذ بقى اللذيذ مش اللذيذ هو بس يعني من الغريب، بلاش لذيذ، من الغريب إن إحنا كمسلمين ما نعرفش حاجة اسمها حمراء الأسد.
ما نعرفش اصلا ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني خرج مع الصحابه الذين هزموا في احد في تاني يوم، يعني احنا نعرف بدر، احد، الخندق اللي هي الاحزاب. طب حمراء الاسد، مين حمراء الاسد؟ ده اسد لونه احمر؟ ايه ده؟ ازاي ما نعرفش حمراء الاسد؟ ازاي احنا ما نعرفش سيره الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والله لو اتعلمنا سيره الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تقول لي بقى تنميه بشريه، ولا تقول لي تنميه بتنجانيه، والله ده ديننا ده فعلا اللي يتعلمه فعلا يطلع اجيال ويخرج اجيال اسود، فعلا اسود. والله حمراء الاسد دي كانت، انا بقول ده منبع الاسود اللي احنا ما نعرفش حاجه عنها. تخيلوا ايه اللي حصل في حمراء الاسد. انا مش يعني هخرج بس هكمل الايه عشان بس ايه اشرحها لكم سريع. وقد دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج، فخرجوا على ما بهم من جراح والام تعظيما لامر الله وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما هذا الموقف لهم هذا الموقف في كتاب الخالد، ونزل قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجرا عظيما. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ناس خوفوهم، قالوا انتوا بتعملوه ده ازاي؟ ده الناس جايين لكم، هم متوكلين على الله. ايه اللي حصل؟ غزوة بدر اللي هي أول غزوة في الإسلام، خلاص انتصر فيها المسلمين على المشركين. بعدها بسنة جم المشركين جمعوا عدد أكبر، وجم بقى بالعتاد والقوة، وجايين بقى إيه هيعملوا إبادة للمسلمين في غزوة أحد. بعدها بسنة في غزوة أحد، غزوة أحد في أول الغزوة حصل انتصار ساحق للمسلمين. فظن والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الرماة 40 من الصحابة، جعلهم على جبل الرماة في أرض أحد، قال لهم خليكم على الجبل ده، اوعوا تنزلوا من الجبل. لما حصل ان الرماه على الجبل فوق شايفين ساحه المعركه، هم واقفين عشان لما حدش يجي من الخلف ايه يضرب المسلمين، يعني المشركين جايين كده والمسلمين هنا وجبل الرماه ده هنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف هنا على جبل الرماه 40 من الصحابه، خلاص، وقال لهم اوعوا تنزلوا فين؟ تنزلوا ارض المعركه. مهما حصل ما تنزلوش ارض المعركه. ليه؟ لان ظهر المسلمين، ظهر جيش المسلمين هو ايه؟ سارية، يعني هو اللي احنا يعني نقول عليها في يعني يطلق عليها غزوة أفضل، يعني غزوة حمراء الأسد، لأن الغزوة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم سارية التي لم يشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم زي سارية مؤتة شاهد يعني. فاللي عايز أؤكد بس عليه إن ظهر المسلمين، ظهر جيش المسلمين مفتوح. فإيه اللي حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة الـ40 الصحابي الرماه، قال لهم ما تنزلوش من على الجبل عشان يبقى ظهر المسلمين إيه؟ ظهر الجيش المسلم إيه؟ مؤمن. الرماة لما شافوا ان حصل انتصار من المسلمين على المشركين، فنزل احدهم فاحدهم فاحدهم نزلوا ورا بعض كده ايه تباعا. ليه؟ قالوا خلاص احنا انتصرنا وعايزين بقى ايه ننال من المغانم، ناخد من المغانم. وكان في هنا لحظات لحظ الدنيا او حب الدنيا، وفي هنا معصيه لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان بسبب المعصيه دي ان الجيش انهزم. سيدنا خالد بن وليد واقف على جنب كده معاه بعض الايه بعض المشركين المقاتلين، واقف على جنب بعيد ومتابع الارض المعركه وعايز يخترق يلف من حوالين الجيش يدخل. بس عنده مشكله في مين؟ في الرماه. لما الرماه بداوا ينزلوا من على الجبل، سيدنا خالد بن الوليد لف، وكان ساعتها مشرك، لف مع المقاتلين المشركين حول الايه حول جيش المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد نفسه وهو والصحابه محصورين ما بين هؤلاء وهين هؤلاء، فايه فاختبأوا جميعا عند اعلى جبل احد. الشاهد حصل جراح وحصل قتل وسفك دماء للمسلمين شديد جدا، ونزل المشركين وحصل القصه اللي انتم عارفينها، ان بداوا ينادوا على النبي صلى الله عليه وسلم فسيدنا عمر رد عليهم. الشاهد هم ايه مشوا وايه خلاص هم كسبوا، وراحوا فين؟ راحوا فين؟ اتجاه مين؟ اتجاه مكة. خلاص هم كسبوا كده، كسبتونا في بدر، طب احنا كسبناكم في احد، وراجعين فين؟ على مكة. النبي صلى الله عليه وسلم اخذ ليلا اخذ الصحابة وهم في جراح شديدة جدا وألم نفسي شديد جدا جدا جدا، يعمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ياخدهم ويرجع على فين؟ على المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل من جبل احد بعد ما المشركين مشوا ورجعوا على مكة، مشركين راحوا مكة، والنبي نزل صلى الله عليه وسلم هو الصحابة في جراح شديدة جدا 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 وألام ودماء، ونزلوا بيجروا بعض رايحين فين؟ على المدينة. تخيلوا بقى، بص الحتة دي، هزيمة نفسية شديدة جدا، اتهزمنا،
احنا اتهزمنا واحنا لسه في بداية دعوتنا، اتهزمنا يعني احنا يا دوب فرحنا في بدر، اتهزمنا في احد شديدة، ألم نفسي شديد. ده غير بقى الألام دماء وقتلى، وكبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا في أحد، وسيدنا حمزة يعني أسد الله سيدنا حمزة مات قتل شهيدا بإذن الله في أرض المعركة في أحد، وصحابة يدفنون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أمر شديد جدا، مرارة شديدة جدا، انهزام نفسي شديد جدا. تخيلوا بقى حمراء الأسد دي إمتى؟ بعدها بسنة؟ طب 10 شهور؟ 6 يدوب بيكونوا جراحة لمت كده وبدأوا يفوقوا وياخدوا كده نفسهم عشان يروحوا يغزوا بقى تاني. طب 3 شهور؟ طب شهر؟ اسبوعين؟ طب اسبوع؟ طب 3 ايام؟ لا، نفس الليلة، نفس الليلة بالليل بعد ما رجعوا المدينة، احنا هنطلع ورا المشركين. ايه؟ ومين اللي هيطلع؟ اللي كانوا معايا في المعركة بس، لان في غزوة احد تلت الجيش رجع، المنافقين رجعوا، فحصل دربكة جامدة جدا ان الجيش طالع ومرة واحدة تلت الجيش رجع، المنافقين رجعوا للمدينة، فحصل هنا ركفة شديدة جدا وفتنة. تلت الجيش رجع، يعني تخيل انت انا وانت داخلين نحارب مع بعض، فليك انت تقولي طب بقول لك يا رامي بقى ايه، معلش حبيبي دوس انت وانا راجع انا عشان بس ايه مراتي ادت لي مزد. تلت الجيش رجع، تلت الجيش رجع، فكارثه فتنه. فاللي سبته في ارض المعركه في احد دول هم دول الاسود، هم دول المؤمنين الخلص، هم دول اللي اغلبهم اتربوا في مكه على العقيده والتوحيد. طب اللي رجع ده منافقين اصلا، دي ناس ما فيش في قلوبها ايمان او مهزوزه او عندها مشاكل، لكن اللي اتربوا على العقيده والتوحيد فضلوا ثابتين اسود مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد في نفس الليله النبي صلى الله عليه وسلم يامر من كان غزا في احد فقط، كل اللي كان معايا في احد هيخرج دلوقتي بالليل، هنخرج ورا المشركين. انت مش متخيل، انا مش متخيل. انا حمراء الاسد دي على فكره لما اقعد اقرا فيها بتجنن. يعني ايه يعني ايه ده؟ ايه ده يا حبيبي يا رسول الله؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه العزه دي؟ لا في حاجه، لا 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 لا، مش طبيعي، مش طبيعي اللي بيحصل ده. عشان كده دي هي دي يعني هم دول اللي اتفتح عليهم الدنيا، ما هم كان عندهم مؤهلات تاهلهم للقتل البشريه فعلا. ما فيش حاجه اسمها عندنا هزيمه نفسيه، هزيمه نفسيه ده اركن مش تبعي. انا عايز اسود. المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، لكن عايز اسود. مفيش حاجه اسمها هزيمه نفسيه. خرجنا واتهزمنا، طب هنطلع وراهم تاني. ايه ده؟ ايه العزه دي يا رسول الله؟ الا تنصروه فقد نصره الله. مش هتطلعوا، هو ربنا نصره اصلا. إلا تنصروه فقد نصره الله. إحنا اللي محتاجين نقول يبقى لنا يا رب، يبقى لنا دور يا رب، استخدمنا ولا تستبدلنا يا رب، يبقى لنا دور في هذا الانتصار يا رب، يبقى لنا دور يا رب. لكن هو الدين منصور. إحنا اللي بنحاول على فكرة، يعني في الأحداث اللي إحنا فيها دي، لسه كنت بتكلم مع واحد من كام يقول يعني مقاطعة ومش مقاطعة، يعني هو أنتوا فاكرين يعني المقاطعة دي هتعمل حاجة؟ أنتوا فاكرين إن يا سيدي إعمل اللي تقدر عليه. لسه كنت بتكلم مع حد فبقول له يعني تخيل يعني والله والرسول مثلا الاعلى، تخيل ان انت ساكن في عماره والعماره دي فيها واحد بلطجي قوي، يعني جامد قوي، بلطجي واقوى منك 100 مره يا سيدي. هنقول احنا كدول اسلاميه والدول الكافره النهارده معاها تكنولوجيا وحضاره ومعاها اسلحه، واحنا في الحضيض مش عارفين نعمل استيكه، مش عارفين نصنع مشبك، مش عارفين نعمل اي حاجه في اي حاجه، بنستهلك بس، عندنا شويه بترول وشويه حاجات عمالين نطلعها خام ونستوردها باضعاف ثمنها. ماشي، احنا دلوقتي في حاله استضعاف، انا دلوقتي ساكن في عماره، انا ضعيف وفي واحد في العماره دي بلطجي اقوى مني 100 مره، وببساطه شديده لقيت الراجل ده بيشتم ابويا، انا هسكت يعني لازم اعمل اي حاجه؟ طب مش هشتمه، طب اقول له ما ينفعش كده، يعني اضعف ما ينفعش كده يا اخي، يا اخي اتقي الله يا اخي، يعني هقول اي حاجه، هعمل اي حاجه. لا كمان بقى تخيل بقى الخذلان، الراجل ده انا مش هقول له اي حاجه ومش هعمل اي حاجه لان عارف ان هو اقوى مني، مقاطعه ايه اللي هتاثر فيه؟ طب الراجل ده عنده سوبر ماركت تحت العماره، الراجل ده عنده سوبر ماركت تحت العماره، هل ينفع ابجديات المنطق كده، ابجديات العقل، ابجديات المروءه، ابجديات العزه، ان واحد شتم ابويا وعشان هو بلطجي واقوى مني او منازل تحت العماره شاري من السوبر ماركت بتاعه، يعني منتهى الخذلان، يعني اتسفلت مع الشارع وما اقولش اي؟ ايه ده؟
طب فبقول له يعني اضعف الايمان يا اخي، روح العماره اللي بعديه هتلاقي سوبر ماركت تاني اشتري منه، بس على الاقل ما تشتريش من ده. يعني لو انت مش عارف ترد عليه، مش عارف تشتمه، مش عارف بتقول خايف منه، طب ما تشتريش منه، ما تشوف سوبر ماركت تاني، روح اشتري منه. ده اضعف ده اضعف شيء يعني ممكن يتعمل. طب يبقى لك بقى، واحنا مش بنتكلم على ابوك ولا بنتكلم على امك ولا بنتكلم على اهلك، بنتكلم على رسولك صلى الله عليه وسلم. فين عزه المسلمين؟ انا حقيقي فرحان جدا الفتره اللي فاتت وانا شايف الشباب يعني على الفيسبوك وعمال ينشر حاجات ومواقع تتكلم عن النبي والا رسول الله والناس كلها، طبعا الا رسول الله احنا اتكلمنا فيها كتير ان فيها يعني كلام، بس يعني خروجا من القصه دي، يعني فكره ان الشباب متحمس جدا جدا للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى لو وقع في ذنب، حتى لو وقع في معصيه، حتى احنا كلنا عندنا مشاكل، نسال الله السلامه من كل ذنب او معصيه، كلنا عندنا ذنوب ومعاصي وكلنا واقعين في مشاكل، بس يظل في الاخر لا خط احمر، تتكلم عن نبي من انبياء الله، تتكلم عن رسول الله، تتكلم عن اركان الايمان، تتكلم عن ذات الله، لا مش هقبل بده. فالشاهد يعني كانوا بيعظمون امر الله. فتخيل بقى الصحابه لما جالهم الامر ده في حمراء الاسد بالليل، راجعين يا جماعه من معركه مهزومين ومشاهد الدماء والقتل والجراح وهزيمه نفسيه، وياتي امر النبي صلى الله عليه وسلم كل اللي كان لسه جاي معايا من احد دلوقتي هنخرج تاني وراهم. طبعا المعلومه دي الصحابه امتثلوا وبيجروا بعض، يجروا بعض خارجين، انت تخيل رايحين يقاتلوا، رايحين في قتال لمعركه جديده وهم بيجروا بعض، رايحين يعملوا ايه؟ بس انت مش متخيلين بقى ان بمجرد ان حصل كده، حصل امتثال لامر الله وحصل امتثال لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ايه اللي حصل؟ مجرد ان هم خرجوا بس بره المدينه بشويه وايه، استقروا في منطقه اسمها حمراء الاسد، النبي صلى الله عليه وسلم بس هنقعد هنا. ايه اللي حصل؟ جت قافله معديه رات ان النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابه خارجين، فبداوا يسالوهم ايه اللي حصل؟ فقالوا احنا حصل كذا وفي احد واحنا طالعين وراهم دلوقتي مش هنسيبهم. القافله دي طلعت خدت الكلمتين دول ومشيت في طريقها، لقوا مين؟ لقوا المشركين. كان ايه اللي بيحصل ساعتها؟ المشركين بعد ما مشوا في الطريق، معلش انا طولت عليكم في القصه دي بس قصه مهمه جدا حقيقي، يعني بعد ما مشوا شويه قالوا ايه ده؟ ايه اللي احنا عملناه ده؟ يعني ايه احنا ننتصر عليهم وبعد كده نرجع لبلدنا في مكة، نرجع لديارنا في مكة؟ احنا فوق كنا نغزو المدينة، نغزو بقى على نسائهم ونخش نعمل يعني ابادة للاسلام والمسلمين، ازاي احنا حصل لنا كده وبعد ما انتصرنا عليهم في احد وهم كلهم طلعوا الجبل واستخبوا فوق، ازاي احنا رجعنا مكة؟ ايه ده، احنا كنت هقولنا فين؟ احنا ليه ما عملناش إغارة على المدينة وخدنا الثروات وخدنا كنوزهم وعملنا إبادة لكل النساء والأطفال والشباب والشيوخ كل اللي موجودين في المدينة عملهم إبادة، يلا بينا نرجع على فين؟ على المدينة، يلا بينا؟ لا مش يلا بينا، كانت القافلة جت قالت لهم ايه ده انتوا رايحين فين؟ ده محمد خارج وراكم بجيش لا قبل لكم بها، دي ناس مكسرة ومذبوحة، هم شافوا المنظر ده ورايحين يقاتلوا، ايه ده؟ دي ايه القلوب دي؟ قالوا خدوا بالكم ده معاه اسود، ده هو جاي وراكو عشان يقاتلكم، ده احنا لسه معدين عليهم. عملوا ايه؟ قالوا لا احنا مش هنقاتلهم، يلا نستخبى فين؟ نستخبى في مكه. فقاموا رجعوا مكه، والنبي صلى الله عليه وسلم استمر في حمراء الاسد اعتقد 3 ايام تقريبا، ورجع المدينه وانتهت المعركه على كده. ببركه ايه؟ الامتثال لامر الله ورسوله. طب لو هم ما كانوش سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما خرجوش في حمراء الاسد وقالوا لا يا رسول الله احنا مش خارجين، شوف انت حد اخرج بيه زي ما قالوا اليهود لموسى عليه السلام، انها هنا ايه فذهب انت وربك فقاتلا، انها هنا ايه قاعدون، احنا مش ماشيين من هنا، روح انت وربك قاتلا ولما تفتحوا البيت المقدس سفر لنا هنجي لك على طول. المسلمين لا، في جراح وفي هزيمه نفسيه وقايم. خد بالكوا حته الهزيمه النفسيه دي مهمه قوي، لما تلاقي ابنك او بنتك وقعت في مشكله، وقع في حفره، ليه ابنك وبنتك؟ احنا هنكبر نفسنا ولا ايه؟ احنا نفسنا لما نقع في حفره، نقع في مشكله، بلاش تنهزم نفسيا، بلاش تسيب نفسك كده ان انا ايه، انا مهزوم، انا ما هعمل ايه، انا وقعت في مصيبه، انا عملت كبيره من الكبائر. طب عملت كبيره من الكبائر، خلاص استغفر وتوب وصحح المسار وقوم جدد المسار وصحح الطريق لله سبحانه وتعالى. لا بس انا بقول لك عملت كبيره من الكبائر يا سيدي، خلاص ما انا بقول لك خلاص، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لما يشاء، خلاص معلش يعني انا مش تمام، مش يعني مش هقعد اقول لك اللي انت عملته صح، انت عملت ده غلط، بس توب واستغفر وقوم نفض هدومك وكمل طريقك بقى لله سبحانه وتعالى. وانت هتفضل بقى عشان وقعت في كبيره، فضلت خلاص انا وقعت في كبيره بقى، طب يعني ايه نعمل ايه؟ هات لي الكبيره اللي بعدها، ما انا قاعد بقى خلاص. لا، وقعت في كبيره وشهوتك غلبتك، وقعت في ذنب، وقعت في معصيه،
ما غضيتش بصرك، اتكلمت في الحرام، عملت حاجة في الحرام، اكلت حرام، وقعت في اي ظلم، وقعت، قوم واستغفر وتوب ورد المظالم وكمل الطريق لله. فشوف يعني يا حبيبي يا رسول الله، شوف هو بيغرس في قلوب الصحابة العزة والقوة، وان المؤمن قوي. المؤمن قوي ليه؟ اصله قوي بالله، اصله هو عبد للقوي، فطبيعي ان هو يستمد قوته من قوة الله. لكن الانسان اللي بيعيش بعيد عن توحيد الله وتوحيد اسماء الله وتوحيد عمارة قلبه بحب الله وحب رسول الله، ده بيبقى ضعيف، بيبقى هين لين، سهل على الناس. لكن الانسان العزيز اللي بيحصل ربنا بيعزه، من تواضع لله رفعه. هو اصلا مش عايز يبقى اعلى من الناس، بس هو ربنا سبحانه وتعالى قدر هذا الامر. من هو تواضع لله، هو انكسر لله، هو انهزم امام الله سبحانه وتعالى، ايه اللي حصل؟ رفعه. هو ربنا سبحانه وتعالى بيبتلينا بالامراض ليه؟ لعلهم يرجعون. يعني تلاقي واحد مثلا جاله السكر، واحد جاله مش عارف الضغط، واحد جاله مش عارف ايه في القلب، واحد مش عارف حصل له ايه، عمل ايه؟ تاب وانكسر لله سبحانه وتعالى، فدعا الله سبحانه وتعالى باسمه الشافي، اللهم شفاء لا يغادر سقما، فربنا باذن الله تعالى يشفيه. طب ليه؟ ما هو ربنا قدر عليه الابتلاء علشان لما يدعو الله سبحانه وتعالى ويعلم ان له رب هو الشافي فيشفي. فقصة حقيقية والله، يعني انا يعني لو عايزين درس عملي اقرأوا في حمراء الاسد، حقيقي قصة جميلة جدا جدا وعجيبة والله. انا كل ما يعني احيانا كده يعني احيانا يعني احنا بشر، احيانا الواحد بيستشعر ان هو انهزم، حصل له هزيمة. الهزيمة دي ممكن في شغله، يعني ممكن ابقى انا في شغله مثلا ومش عارف، وداخل في شغلانة مع حد، فلاقي حد ادالي كتف قانوني كده وقعني على الارض واخد هو الشغلانة وجري، فانا الواحد يستشعر كده هو ايه الهزيمة دي، انا اتهزمت. افتكر بقى حمراء الاسد، مفيش حاجه اسمها عندنا هزيمه، ما عندناش. وعلى فكره هو ده 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 السر في قوه المسلمين اصلا. يعني تلاقي مثلا الغرب يبقى هيتجننوا من المسلمين، ايه الناس دي؟ دي ناس عجيبه قوي، دي ناس اصلا عاملين نضرب فيهم ونشتم فيهم ونقطع فيهم وثورات الربيع العربي دي المفروض كلها مفترض ان الثورات دي اصلا كانت متخطط لها ان هي تعمل يعني اباده للايه؟ للشعوب المسلمه، لكن الحمد لله بفضل الله خرجنا منها اقوياء بفضل الله. طب الناس دي تجيب العزه دي منين؟ من الله. من الله. احنا نحن عباد للعزيز، نحن عباد للقوي، نحن عباد للجبار. وبالتالي خلاص الدنيا دي بتنظر لها نظره يعني نظره بسيطه جدا، ان الامر سهل. ايه يعني الدنيا؟ يعني الصحابه نظروا للدنيا فعلا على الحقيقه الكامله للدنيا، عشان كده قادوا البشريه. لكن المشكله فين؟ ان احنا شايفين الدنيا دي حاجه كبيره جدا. لا هي مش كبيره قوي كده، ده هي لا تساوي عند الله جناح بعوضه اصلا. فلما تبص للجناح البعوضه دي على ان هي دي الدنيا، يبقى انت هتبقى اكبر منها بكتير. هتستحق ان انت تقود البشريه، تستحق ان انت ترفع لواء التوحيد، هيكون ليك دور باذن الله في ان انت تنشر دين الاسلام. طب لما تنظر الدنيا دي حاجه كبيره، ده انا عايز فيلا كبيره، ده انا عايز احدث عربيه، ده انا عايز اكون نمبر 1، ده انا عايز اكون احسن واحد في الدنيا. ده طول ما انا شايف الدنيا دي كبيره، عمري ما هقود البشريه، وعمري ما هستحق اصلا ان انا ابقى قائد في اي حاجه في امور الدين. لكن اللي فعلا القياده الحقيقيه ان الانسان ينظر للشيء على حقيقته. فحقيقي يعني حمراء الاسد من الحاجات المهمه جدا 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 باذن الله. تهتم مني ولا ايه؟ احنا كنا بنتكلم على ايه؟ احنا كنا بنتكلم على ايه؟ نتكلم على مؤهلات التي اهلت الصحابه لقياده البشريه. طيب كنا كنا على ايه؟ اتكلم على تعظيم لامر الله وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اثنين، ده اول حاجه. اثنين، صدقهم رضي الله عنهم في ايمانهم واقوالهم واعمالهم، في صدق في الاقوال والاعمال. وقد وصف الله عز وجل المهاجرين الكرام بالصدق، فقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. تقيله قوي يا شباب حقيقي. انا ساكن دلوقتي مثلا في حته معينه مثلا في القاهره، فانا هتخيل كده ان واحد هيجي يقول لي، بقول لك يا رامي، نصره لدين الله ونصره لرسول الله، تاخد زوجتك وتاخد اولادك واطلع من القاهره، روح في القليوبيه، عيش هناك في مسجد هناك، احنا محتاجين حد يجي يمسكه، والمسجد ده تعالى رامي هو ادعو فيه، وهات مراتك وعيالك وانقل مدارسهم وانقل شغلك وانقل حياتك كلها، روح القليوبيه شبرا. يعني انا قاعد في القاهره وراح شبرا خيمه. يا صعبة جدا، صعبة جدا رحلة القليوبية. وايه وزي ما انا يعني انا كل اللي هعمله بس اعمل تحويل مثلا مدارس وهنقل شغلي مثلا
صعبة جدا. تخيل بقى الصحابة وهم أصلا كبار، يعني في كتير منهم كبار في السن وحياته كلها تجارة، وبعد كده بقول له سيب كل ما تملك بقى من مال ونفوذ وقوة وسلطان، وسيب وعيالك ومراتك، اللي مش عايز، اللي عايز يؤمن يجي معاك، اللي مش عايز يؤمن سيبه. يا الله، أنا هجرة لله ورسوله، أنا ممكن أموت على الكفر، أنا عايز أطلع من دير الكفر، عايز أروح دار الإسلام. هيسيب كل ما يملك عنده 40 45 50 سنة، حياته كلها كان تاجر. النهارده بقول له هتطلع من مجتمع هتسيب فيه كل حياتك، كل حياتك، مش هتاخد مراتك وعيالك وهتطلع من القارة القليوبية، لا 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 لا، انت هتسيب كل حاجة وهتهاجر في مكان جديد ما تعرفش فيه اي حد خالص، وهتنتقل من مجتمع مبناه الاساسي التجارة والبيع والشراء الى مجتمع مبناه الاساسي على الزراعة، تروح المدينة. ياه، ايه ده، انت طالب مني يا عم، انا عندي 40 سنة دلوقتي، طول عمري شغال مثلا في حاجة معينة، طالب مني النهاردة ان انا اجيب بقى فاس وامسك البتاع واقعد اعمل البذور، وطالب مني ان ازرع؟ يا نهار ابيض يا جماعه، موضوع صعب جدا، موضوع صعب جدا جدا جدا. لكن صعب على مين؟ صعب على الضعيف الايمان. طب الانسان اللي قوي الايمان هيبقى بالنسبه له سهل، عشان كده دي القلوب اللي اتفتح عليها الدنيا. احنا بندرس دلوقتي القلوب، فعلا بندرس حال القلوب اللي اتربت في دار ابن الارقم، اللي اتربت تربيه مباشره على ايد النبي صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا رسول الله، كيف تربت تلك القلوب حتى فتحت لها الدنيا بأسرها من أقصى الشرق لأقصى الغرب، وصلنا لأسبانيا، وصلنا لفرنسا في سنوات معدودة، إيه اللي حصل؟ القلوب دي اتربت إزاي؟ طب وإحنا اتربينا إزاي؟ ولا إحنا متربناش أصلا ولا إيه؟ إن شاء الله كلكم متربيين يعني، بس إحنا فعلا محتاجين إن إحنا نزداد تربية. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. على فكرة الحتة دي حلوة، إيه هي؟ إن وكونوا مع الصادقين، انا ممكن اكون مش صادق، وممكن اكون مش مؤمن جامد يعني، وممكن اكون عندي مشاكل كتير، ومؤمن عندي معاصي، وعندي، طب اعمل ايه عشان انا اخرج؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه ولا تعد عينك عنهم وكونوا مع الصادقين. لازم يا شباب يكون كل واحد فينا ليه صحبة صالحة. لو انا النهاردة قاعد مع حد الاذان بيأذن، ما يقوليش يلا نقوم يا رامي نتوضى، عشان النهارده كنت مثلا في شغل في مكان من الاماكن، فالظهر اذن واحنا في الشغل، قلت لهم يا جماعه طب من فضلكم بس يلا هنتوضى بس ونصلي ونرجع نكمل شغلنا تاني. يعني كان في حد معانا كان يعني تقريبا اول مره يبقى موجود معانا وكده، فلقيته انبسط قوي، قال لي انا عجبتني الفكره. فكره ايه حضرتك؟ اللي عجبتك فكره انتوا بتوقفوا الشغل وبتصلوا، وانت حضرتك ما بتعملش كده يعني ولا؟ لا انا بعمل كده بس يعني احيانا يعني، بس عجبتني ان الناس كلها مره واحده، لا مره واحده تك 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 الشغل وقف والناس راحت تتوضى والمصليات اتحطت والناس جاهزه تصلي. ده خلاص ده بقت عاده بقى بفضل الله، الناس متبرمجه الظهر هوب وقف يا جدع يلا يلا صلاه. وكونوا مع الصادقين. طب انا لما هحط نفسي في بيئه صالحه ايه اللي هيحصل بعد فتره؟ ان شاء الله بقى منهم يا سيدي، لعل ربنا ان شاء الله يعني ياخدني ببركه صدقهم لله سبحانه وتعالى. انا انسان مش كويس بس انا بحاول ادخل نفسي وسط الناس الكويسه. فلو انت حضرتك النهارده صحابك اللي حواليك عمالين تجيبوا في سيره ده وتجيبوا في سيره ده وتاكلوا في دم ده وعمالين تختبوا دي وعمالين تجيبوا شفت فلانة عملت ايه وشفت، طب مش هم دول الصادقين؟ مش هم دول الصحبه اللي هتاخدك لله سبحانه وتعالى؟ لا، اتقي الله، توبي، خلي حواليك صحبه صالحه، ما تخشيش في القيل والقال، انت عماله تجيبي في سيره ده وتجيبي في سيره ده وتجيبي في سيره دي وتجيبي غيبه ونميمه غيبه ونميمه، سنين عايشين كده. طب نعمل ايه عشان نتربى صح ونتربى على منهج اهل السنه؟ نتوب لله، صحح المسار، وكونوا مع الايه؟ مع الصادقين، فصدقهم في ايمانهم واقوالهم واعمالهم. قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. كانوا صادقين فعلا، يعني مش مجرد بس ان انا اقول ايه انا عايز اموت شهيد وقاعد بقى ولا فجر بقى ولا ظهر ولا بصلي اصلا، ويمكن الصيام مقطع فيه، ويمكن عمال اختف في الناس واقطع في الناس ومالي حرام واكلي حرام وحياتي كلها حرام، بس انا نفسي اموت شهيد. يا سلام، ان شاء الله ربنا يقول لك الشهاده يعني باذن الله، يعني فضل الله واسع. بس عايز اقول بس في الاخر في فرق بين اللي بيدعي مجرد ادعاء، زعم يا رب كده يرزقني الفردوس الاعلى، طب انت عملت اي حاجه ولا اي حاجه؟ طب ما لو انت صادق فعلا في دعوتك دي، طب اعمل طب اي حاجه، طب حاول اجتهد انك تعمل اي حاجه، لكن ما تجيش تقول لي انا نفسي اموت انا نفسي اموت على اعتاب المسجد الاقصى. حلو، جميل، ربنا يولها لنا جميعا ان شاء الله.
واسال الله تعالى رب العرش العظيم ان يجعل فتح المسجد الاقصى على ايدينا جميعا قريبا قريبا باذن الله تعالى. لكن طب انت عملت ايه بقى؟ طب صلاه الفجر؟ طب الصلاه؟ طب صدقه؟ طب عمال تشتم وتسب وتلعن وتقذف وتشهد زور وعقل والديك وقطع الارحام فنفسي اموت على اعتاب المسجد. ايه ده؟ ده زعم، ده ادعاء، ده ادعاء. طب احنا عايزين بقى ايه؟ يبقى الكلام ده في صدق. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، منهم من مات شهيد ومنهم من ينتظر اما النصر او الشهاده. فليه؟ هم كانوا صادقين، صادقين مع الله سبحانه وتعالى، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فامر حقيقي يعني مهم جدا. طب تالت حاجه احنا اتكلمنا كده عن ايه؟ حد فاكر عايه؟ حد مصحصح؟ حد مصحصح؟ اولا انسوا الامتحان خالص، انسوه ان شاء الله باذن الله، عشان بس ما تشتروش نفسكم، لان انا احيانا يعني في بعض النقاط ببقى عايز اوضحها قوي، فواحد يجي يقول هو الامتحان جاي ازاي؟ انسوا خالص. انا بس حابب ان احنا ان شاء الله ربنا يكرمنا الصفحات اللي احنا هنوصل لها او نخلصها تقرا، يعني انا حابب ان الصفحات دي نقراها، وبعد ما نقراها ان شاء الله باذن الله هيجي الاختبار سهل وبسيط ومباشر، ما تلاقوش خالص من كتاب التربيه في اسئلته باذن الله. هحاول ان انا ما ابقاش لاقيه معاكم في الاسئله، وهحاول يا جماعه احاول ادعوني ان انا اقدر انتصر على نفسي واجيب لكم الاسئله ان شاء الله مباشره باذن الله. فزهدهم في الدنيا ورغبتهم في الاخره. كان في زهد في الدنيا ورغبه في الاخره. زي ما قلنا كده ايه، رجال خطوا بايديهم ايه؟ اماكنهم في الاخره. هو قال انا هنا ان شاء الله في الدنيا بس انا ببني بيتي في الاخره، وعينه على الاخره. مش عينه بس على بيته في الدنيا، مش عمال بس عمال يعمل بيته ويشطب بيته ويصلحه ويعمله ويروح ويرجع وعمال شاغل باله قوي بالدنيا. ماشي اعمل ده حلو في الدنيا، انا مش معترض، بس يظل في اخر في جزئيه، خلي عينك على الاخره. يعني عمر الدنيا وخلي عينك على الاخره. عمر الدنيا وتصدق وانفق في سبيل الله. عمر الدنيا وحاول تقلل جبال السيئات اللي عندك، ما احنا عندنا جبال من سيئات، سلاسل جبال البحر الاحمر من السيئات. طب نتوب ونستغفر ونبدل السيئات حسنات. فزهدهم في الدنيا ورغبتهم في الآخر. الزهد هو الرغبة عن الشيء، زاهد فيه، ما عنديش رغبة فيه. طب أنا المفروض يبقى عندي رغبة في الدنيا؟ لا، المفروض يبقى عندي زهد في الدنيا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ما تتعاملش مع الدنيا أنك مخلد فيها، لأن أنت مش مخلد فيها. يعني جزاك الله كل خير يا محمد، والآخرة خير وأبقى. صحيح، هو ده اللي هيبقى، يعني هو ده الباقي. الآخرة في جنة، في درجات في الجنة، وما بين الدرجة والدرجة ما بين السماوات والأرض. طب أنا أعمل إيه؟ خلاص بقى يعني ركز. أحمد، أستاذ أحمد خميس حبيبي جزاك الله كل خير، هو كاتبها لكم أهو ومركز معانا أهو. تعظيم لأمر الله، صدق في الإيمان، وزهد في الدنيا رقم ثلاثة. فده أمر مهم جدا، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ولا شك في أن الصحابة تعلموا الزهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، ولا يوقد في بيته في بيت من بيوته نار صلى الله عليه وسلم. يعني ايه؟ يعني ايه ثلاث أهلة يمروا على بيت النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه نار؟ يعني مفيش أكل، ما بيطبخوش. تخيلين بس رسول الله قائد الأمة، كل الدنيا دي بما فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يجد في بيوت في بيته ولا بيت من امهات المؤمنين ما يوقد له النار. زهد في الدنيا، ممكن يبقى معاه ويدي يدي يدي يتصدق يتصدق وينفق في سبيل الله ويظل هو يعني سبحان الله. يعني هكذا تعلمنا الزهد، هو الرغبه عن الشيء الاستقلالي واستحقاري والرغبه فيما هو خير منه. يبقى انا هيبقى عندي رغبه عن الدنيا ورغبه في الاخره. الاخره والاخره خير وابقى. وإنما ينشأ الزهد لليقين بالتفاوت بين الدنيا والآخرة. قال تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. إنما سبق الصحابة رضي الله عنهم بقوة يقينهم بالآخرة الباقية وزهدهم في الدنيا الفانية. حقيقي والله سبحان الله، يعني الأمر ده مهم جدا جدا، الإنسان يبقى مستحضره ويبقى مركز فيه جدا. اللي هو إيه؟ أدي الدنيا وأدي حال الدنيا. يعني النهارده يقول لك لو كانت دامت لغيرك ما كانتش جات لك. يعني اي حد النهارده ذو سلطان، ذو نفوذ، ذو قوه، ملك، ايا كان التايتل بتاعه او ايا كان وظيفته، لو كانت دامت لغيرك ما كانتش جات لك. يعني الملك اللي يقتل اخوه ويضرب ابنه ويدي بنيه في وش ابوه عشان يبقى ملك هيقعد في الملك ده كام سنه؟ ما كانت دامت لابوك ما كانتش جات لك، ما انت قعدت فيها 5 سنين،
قعد فيه 10 سنين 20 سنه. طب ما كله في الاخر هتحاسب عليه، كل واحد ما نام مش لاقي قوت يومه هتحاسب عليه، وكل ظلم هتحاسب عليه. يعني انا حقيقي بقعد افكر كده احيانا، الناس اللي بتتقاتل على كراسي الحكم دي يعني نفوسهم عامله، نفسياتهم عامله ازاي؟ ده الواحد لو ادرك فعلا كم المصيبه، ده مصيبه، ده ابتلاء والله العظيم. انا بقول الحكم ده ابتلاء، ابتلاء، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. انا مش متخيل ان انا ابقى رئيس دوله ولا ابقى ملك لدوله وهبقى هتسائل على كل واحد انا قصرت في حقه. يا نهار ابيض، انا رئيس دوله عندي ملايين تحتيه، ده مش لاقي ياكل، وده مش لاقي ميه، وده مش لاقي كهرباء، وده بيضطر مش عارف يعمل ايه، وده يعمل ايه، ويبقى في فجور وذنوب ومعاصي واباحيات، وانا هتحاسب على ده؟ لا يا عم، لا يا عم، حد ياخد الشيله دي غيري اصلا. دي شيله، دي مصيبه، دي مصيبه والله العظيم. ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. طب ده مين بقى اللي هينجح في الاختبار ده؟ ده اختبار حقيقي، اختبار قوي. طب مين اللي هينجح فيه؟ ما الله اعلم. اختبار شديد قوي، يعني اختبار شديد شديد، انك تبقى ملك على ناس او رئيس على، ده اختبار شديد. طب مين اللي هينجو من ده؟ مين اللي فعلا هيبقى زاهد في الدنيا راغب في الاخره؟ كان واحد احد المشايخ يعني كان في مره قال لنا حاجه اقولها لكم كده حلوه، تاخدوا حاجه حلوه، خدوا الحته دي عجبتني قوي. كان بيتكلم على ان فقراء المسلمين اول دخولا للجنه، طبعا التشبيه يعني بس عشان تقريب المساله يعني، لكن انا عايزك بس تتخيل الموضوع يعني. ليه فقراء المسلمين هم اول دخول للجنه؟ قال لك ايه؟ قال لك تخيل ان واحد، طبعا ولا لا المثل الاعلى، بس انا بس بدي ايه المساله، في ملوك وفي ناس حكمت فعدلت، طبعا كان في صحابه النبي صلى الله عليه وسلم حكموا فعدلوا، يقول لك حكمت فعدلت فنمت يا عمر. عمر، سيدنا عمر نايم تحت الشجره، وان كان القصه فيها يعني كلام، لكن هنقول ان المعنى صحيح، نايم تحت الشجره، فواحد جاي بيسال هو فين امير المؤمنين، قالوا له نايم تحت الشجره هناك ده، فقال الجمله المشهوره حكمت فعدلت فنمت يا عمر. امير المؤمنين نايم تحت الشجره، مش بقى يعني نايم تحت الشجره، هو نايم مرتاح البال، حكم فعدل فنام. فكان في صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في يعني ملوك عدلت في التاريخ الاسلامي، كان في سيدنا عمر بن عبد العزيز، كان في، بس النماذج بالنسبه بقى للباقي نسبه كام في الميه؟ فنسال الله السلامه يعني. الشاهد بس، فجي قال ايه الشيخ؟ جه قال تخيل ان كده واحد عنده مثلا كشك كده، كشك صغنن كده، بيبيع شويه حلويات على شويه حاجات بسيطه خلاص كده، وجينا قلنا له هنعمل لك ميزانيه اخر السنه. الراجل اللي عنده كشك بسيط ده ميزانيه اخر السنه بتاعته دي ايه يعني؟ انت هو اصلا عندك كام كيس بوزو على كام شيتوس على كنزين، عندك ايه يعني؟ يعني اللي عنده كشك صغير ده لما يجي يعمله ميزانيه اخر السنه ده هيلاقي باع بكام يعني طول السنه؟ فتخيل بقى سلسله محلات مش عارف ايه، سلسله محلات اللي مش عارف ايه دي اللي على مستوى العالم دي، ده لما يجي يعمله ميزانيه اخر السنه ده محتاج بقى حساب عامل ازاي؟ ده هيتحاسب بقى على كل منتج، خير بقى كل منتج دخل او خرج هيتحاسب عليه، جابه منين، صرفه في ايه، جابه منين، صرفه في ايه، كل منتج على مدار بقى السلاسل على مدار سنين. طب ده حسابه ايه؟ والله المثل الاعلى. شاهد يعني، عايز اقول ان كل ما الانسان خفف احماله في الدنيا كان ان شاء الله باذن الله حسابه ايسر، وكل ما الانسان يعني تصدر ان هو يبقى قائد، وان هو خد بالك حسابك هيبقى شديد. فلو انت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة، هتتصدر وعايز تبقى قائد، وخد بالك هتتحاسب، ده تكليف مش تشريف، تكليف ان انت تبقى قائد وان انت تبقى تحتيك ناس ايا كان بقى، يعني مش بتكلم بقى على حد بعينه، بتكلم على رئيس، على وزير، على محافظ، على حد مسؤول تحتيه مرؤوسين، اي حد رئيس، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالانسان اللي بيتصدر للرئاسه والقياده وان هو يبقى اكبر واحد في مكانه، خد بالك الناس اللي دي متعلقه في رقبتك، هتظلم ولا هتحسن؟ لو انت شايف ان انت ما عندكش القدره على الاحسان بلاش اركن، احسن لك اركن، احسن لك انت مش احسن لنا، احسن لك انت اركن، لان في يوم تغابن وفي قنطره وفي ظلم ظلمات يوم القيامه وفي حساب وفي عقاب وفي ثواب. فالشاهد يعني في زهد في الايه، في الدنيا ورغبه في الاخره.
طبعا الكلام معاكم جميل، وانا كان نفسي بصراحه حقيقي ان انا يعني انتهي. اقلبكم يا شباب ولا نكمل المره الجايه؟ انا عارف انكم بتحبوا ان انتوا تقلبوا كتير، بس يعني تفضلوا ايه؟ ان احنا اقلبكم، لان الجزئيه دي تحديدا حقيقي يعني حقيقه مهمه جدا، يعني المؤهلات التي اهلت الصحابه لقياده البشريه دي مهمه جدا. فانا شايف ان احنا ممكن ناخد رقم 4 ونكمل بقى المره الجايه ان شاء الله. وكده فلتوا من تحت ايدي ومن تحت الاختبار اللي كنت عامله لكم، بس انا شايف ان احنا يعني ايه، معلش الله المستعان، الكلام مهم جدا حقيقي. واللي احنا بنعمله دلوقتي ده بنزرع فيه مؤهلات جعلت الصحابه يقودوا البشريه، فاحنا عايزين نتربى صح. فممكن اجري وفي 10 دقايق اخلص المؤهلات دي خالص، وممكن ناخد راحتنا في شرح بعض القصص وبعض الحاجات المتعلقه بالصحابه. رايكم ايه بسرعه؟ انا قدامي 5 دقايق، رايكم بسرعه ناخد رقم 4 ونقف ولا اقلبكم؟ انا على فكره انا بحب جدا جدا ان انا يعني اخد راي الناس اللي معايا جدا، يعني انا بحب كده. فتحبوا اقلبكم ولا تحبوا ان احنا ناخد 4 ونقف؟ رقم 4 ونقف. 1 2 3 يلا محمد، بتحرجني يا محمد كده، براحتك خالص، انت سايبني براحتي كده، انا كده هتزعلني كده. شباب اقلبكم ولا ناخد 4 ونقف؟ يلا، انا عايز معايا بقى عاملين نتكلم على حمراء الاسد واسود ومش عارف ايه. استاذه ريهام براحتك بس نكمل. طيب انا ماشي، ها في حد تاني عنده راي تاني؟ شباب انتوا معايا ولا نمتوا؟ بيعجبني جدا ان انا ساعات بحس كده ان انا في سكوت تام وانا يعني مع نفسي. طيب الله المستعان، هنكمل رقم 4. انا عشان بحب اخد رايكم، وانتوا رايكم عندي مهم، هنكمل رقم 4 ونقف عشان مش عايز اقلبكم. طالما براحتي براحتي خلاص، انا مش عايز اقلبكم. رقم 4، شجاعه الصحابه نادره واستهانتهم بالحياه الدنيا. استهانه بالحياه الدنيا، خلاص بقى في يعني في استهانه. استاذه هبه لا مش تقلب طبعا. طب خلاص جزاكم الله خيرا، ماشي نكمل 4، كمل خلاص ماشي. احنا هنقول رقم 4 ان شاء الله ونكمل المره الجايه باذن الله. بصوا الحته اللي جايه دي، ولقد بعث الايمان في قلوب المسلمين شجاعه خارقه للعدل وحنينا غريبا الى الجنه. ما انت كنت تقرا مثلا في رجال حول الرسول وتشوف الغزوات وتشوف قد ايه هم كان العده والعده والعدد قليل مقارنه باللي قدامهم، ومع ذلك يعني كانت انتصارات ساحقه. لان ليه بقى؟ لان اللي كان بيبقى داخل من جيش المشركين داخل يحارب المسلمين هو عنده حظ للدنيا، هو عايز في الاخر ينتصر وياخد المغانم ويرجع بيته بقى لمراته وعياله. التاني لا مش عايز يرجع اصلا. التاني طلع يعني اما النصر او الشهاده، فشتات بين الاثنين. فكان فعلا جيوش المسلمين اسود، هو مش طالع عشان يرجع، هو طالع عشان اما النصر او الشهاده. التاني رايح يعمل ايه؟ عايز مغانم، عايز ينتصر على جيش المسلمين عشان ياخد الثروات بتاعتهم، ياخد خيراتهم، ياخد، وراجع للدنيا. هو عينه على الدنيا. هو الكافر عنده استعداد انه يضحي بنفسه؟ لا، هو الفكره ان هو طالع يحارب عشان مطامع الدنيا، ولو ما حاربش حد هيجي يحاربه يقتله فيقطع عنه الايه؟ الدنيا. فهو طالع بيدافع عن حقه فين؟ في الدنيا. لكن الصحابه وجيش المسلمين وجيش المسلمين في الغزوات لا، هم عايزين ايه؟ عندهم رغبه في الاخر. وحنينا غريبا الى الجنه واستهانه نادره بالحياه. ايه يعني الحياه دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تساوي عند الله جناح بعوضه. يا جماعه الحياه اللي احنا بنقطع بعض عليها دي لا تساوي عند الله جناح بعوضه. عارفين البعوضه؟ حد شاف بعوضه قبل كده؟ مش فاكر، انا شفتها قبل كده بس عارفين البعوضه؟ لا الجناح البعوضه بقى، يعني احنا مش بنتكلم عن بعوضه، البعوضه دي ممكن تشوفها مثلا بميكروسكوب مثلا ولا حاجه. خلاص، ولا تلسكوب مش عارف بقى تشوفوها بايه. خلاص لا جناح البعوضه بقى، يعني مش البعوضه، لا جناح البعوضه. الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضه. طب الله، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضه ما سقى منها كافر شربت ماء. انت بتفكر كده؟ هو ليه ربنا بيرزق الكافر؟ هو ليه ربنا مديله؟ الله ده عنده قوه وعنده نووي وعنده زري وعنده بتنجاني الله ليه؟ هي لا تساوي عند الله جناح بعوضه. انت مش فاهم، ما هو ربنا سبحانه الرحمن رحيم، رحمن بكل العباد، رحيم بالمؤمنين. فالمؤمنين لهم رحمة خاصة من الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. فالله سبحانه وتعالى يعطي، خد بالك من الحتة دي ويا ريت حد يكتبها عشان بس الجملة مهمة جدا. الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب.
ولا يعطي الآخرة إلا لمن يحب. حلو الحتة دي، هتنور لكم الدنيا، احنا ماشيين مع بعض كده عمالين ننور الطريق مع بعض سوا. تاني حد يكتبها لنا، الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، فيعطي الدنيا للمؤمن والكافر. فممكن تلاقي فيه مؤمن فقير، وممكن تلاقي فيه مؤمن غني، وممكن تلاقي كافر غني جدا وعنده أسلحة وعنده نفوذ وعنده سلطان وهيمنة ده في الدنيا. طب هو ربنا بيحب الكافر يعني عشان كده مديله الحاجات دي؟ لا، امال ايه اللي حصل؟ ما هو احنا بنقول اهو، الله سبحانه وتعالى قدر ان يكون هناك اسباب لاخذ باسباب القوه، عشان كده واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لما كانوا مسلمين اقوياء كان في نصر، كان في عزه، وكان في قوه للمسلمين. خلاص، طب لما بقى المسلمين بقى عايشين في الذنوب والمعاصي ومبهدلين، خلاص تكلبت عليهم الامم، وتلك الايام نداولها بين الناس. فربنا قدر ان في اسباب كونيه، اللي هياخد بالاسباب دي هينتصر. خلاص كده. طيب، ففي واحد مثلا عدل بين الناس، فده بقى ليه حق الانتصار. واحد كان بياخد باسباب عماره الارض، فده بقى ليه حق الانتصار. طب واحد تخاذل، هو انت عشان انت مؤمن خدت الصك يعني خلاص؟ يعني تبقى انت واقع في ذنوب ومعاصي عشان تقول انا مؤمن بالله يبقى انت المفروض تبقى انت قائد البشريه؟ لا، في اسباب، في وسائل واسباب جعلت الصحابه يقودون البشريه، هو دي اللي احنا بنتعلمه دلوقتي. فالله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا لمن يحب. يبقى الجنة لمين؟ للمؤمنين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ليه؟ أصلا ربنا ما بيحبوش. ده واحد عاش في الدنيا 40 50 60 سنة أيا كان عمره، ولم يؤمن بالله، ولم يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدر، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. إيه ده؟ التحفيز ده؟ التحفيز ده؟ انا داخل معركه، انا هتقتل، ده انا هشوف دماء، ده انا هشوف رقاب بتطير حواليا. قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض. فالنفسيه مختلفه، نفسيه مختلفه تماما بين واحد داخل اسد، داخل بيبص على طاعه الله، بيبص على طاعه رسول الله، بيبص على مكانه في الاخره، وبين واحد تاني ايه بيبص على ايه؟ بيبص على مصلحته الدنيويه، انا عايز اخد المغانم، انا عايز اخد مصلحتي وارجع. فرق شتان ما بين السماوات والارض. فيعني انا هكتفي بهذا القدر. احنا النهارده كنا بنتكلم، وطبعا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان ابواب الجنه تحت ظلال السيوف، وان الجهاد في سبيل الله ذروه سلام الاسلام. الجهاد في سبيل الله ذروه سلام الاسلام، ده اعلى شيء الانسان يصل للجهاد في سبيل الله. نسال الله سبحانه وتعالى ان يعني يبلغنا العلم النافع. ربنا يبارك فيكم جميعا. انا كده خلصت النهارده ان شاء الله درسنا، وقفنا عند رقم 4. معلش انا كان نفسي فعلا حقيقي ان انا يعني اوصل معاكم بالانتهاء من الفصل الثاني، لكن حقيقي والله كلام مهم قوي، يعني عايز اقول لكم كلام، كل نقطه محتاجه فيها كلام، فمش عايز اجري، التربيه مش محتاجه اصلا جري، ف يعني ناخد وقتنا مفيش مشكله، بس اهم حاجه يبقى في معاني ايمانيه بتتغرس، ولعل بقى من نصيبكم الاختبار يتاجل شويه، مفيش مشكله يعني. ف يعني انا خلصت درس النهارده، يعني ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب على اليوتيوب لحد ينتفع بيها ان شاء الله. اسال الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم ارحمنا وارض عنا، اللهم تجاوز عن خطايانا، الرحمن الرحيم. اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار رب العالمين. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وبارك على رسولك المصطفى صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. جزاكم الله خيرا.